شو وضع لبنان المالي والاقتصادي بالمقارنة مع المنطقة بهالتقرير؟ الاستقرار المالي بلبنان إلى جانب تواصل ارتفاع الودائع وزيادة احتياطي مصرف لبنان لل 36 مليار دولار جنبوا لبنان المشاكل الصعبة بسبب النزاعات الإقليمية. هيدا يلي أكده حاكم مصرف لبنان رياض سلامي بمؤتمر آفاق الاقتصاد لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يلي أطلقه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع مصرف لبنان. ومبين إنه موقع لبنان بالنسبة للدول العربية الغير نفطية موقع مقبول وجيد، بحيث في نمو كان بين 2011 و2013 حسب تقديراتهم يفوق 2%. أكيد نحن منريد نمو أكثر، إنما بده يكون واحد واقعي. نحن محاطين ببيئة كتير صعبة، فيها مشاكل، فيها حروب، ولذا الاستثمار والاستهلاك بكل المنطقة بتأثر بهالشي. وبوقت معدل النمو بالمنطقة المستوردة للنفط سجل 3%، بيقول صندوق النقد أنه لبنان بيقدر يقرب أكثر من معدل المنطقة ويتجاوز النسبة الحالية من خلال ضبط الأوضاع المالية وإصلاح الإنفاق وتحسين الأوضاع السياسية والأمنية. وبالبرازيل وقعت تصادمات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين النفقات الهائلة لاستضافة المونديال بفورتاليزا على هامش مباراة اللي استضافتها المدينة بين البرازيل والمكسيك، ورشق المتظاهرين الشرطة بالحجار يلي ردوا بخراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل لدموع.